صاحبي يخدم معانا تو بكرا عليكم كازا رشيد رفيق صافا حنا وراك الشي فرحانين والجمهور خرج عجبو الحال والناس ضحكت وهذا هو الهدف ديالنا يمشيو ضاحكين واللهم لك الحمد الجوله دابا وصلت دابا شي 18 دات ولا 20 ابتداء عرفتي من الكابون وحنا جايين ومجموعين رغم المشاكل رغم بزاف الحوايج ولكن كنا كشباب يعني كنتحداو هذا الصعاب باش نديروا شي حاجه زوينه تعجب الجمهور وشي حاجه اللي تكون في المستوى اللهم لك الحمد حنا الحمد لله دابا خطوه بخطوه وهذه لا دات الثالثه يعني في كازا حتى هي يعني كتعمر ورجعنا ثقافه ديال ان الانسان الناس بداو يقطعوا لي تيكي ويجيو هذا هو الرباح والحمد لله حنا فرحانين والدراري فرحانين اجواء مزيانه اللهم لك الحمد السر ديال سولد اوت هو كاين واحد 30 واحد في ليكيب او خارج ليكيب اللي مرضيين الوالدين ديالهم حنا ولينا اسره مع بعضينا كما كيقولوا فهمتي كنعرفوا والدين بعضياتنا والدراري مرضيين فهمتي والخدمه ديما حنا كنخدموا في صمت والكمال الله سبحانه وتعالى والحمد لله على كل حال تنتخاصموا بيناتنا لا ولا مصرف في الكرش وكيتخاصموا ضروري نتخاصموا بيناتنا ولكن فاش كنتخاصموا على شي حاجه في الخدمه شي حاجه ابار الخدمه مساله عاديه راه الخوت في الدار وكيتخاصموا على العموم وانا دابا فرحان وميرسي بوكو ليكم وتحيه ليكم من هذا المنبر اللي خطيكم علينا حيت نتوما وما حنا فرحنا بزاف الناس ضحكوا الحمد لله وارتاحينا غير دخلنا غير سمعنا الضحكه الاولى شويه الناس كيتقالوا المهم بعد الفطور الماكله الناس يجوا فهمتي تيعكزوا يضحكوا بحال كيضحكوا انتيغيغمون هادشي اللي كاين الحمد لله هذا سبيكتاكل مزيان الحمد لله لي تخوا دات الحمد لله في كازا دازو مزيان هادشي اللي كنا باغيين الحمد لله درنا بزاف ديال لي دات شي 17 دات برا كازا كنا كنتسناو كازا فريق صبر حيت منين بدينا وهي فين خاصنا الجمهور الحقيقي ديالنا والحمد لله داكشي اللي كنا باغيين راه وصلنا ليه الحمد لله كاين الجديد ان شاء الله كاين من مورا رمضان ان شاء الله كاينه واحد البارودي جديده زوينه ان شاء الله كنتمنى ان شاء الله تعجب الناس بيان سور كو سبيكتاكل بارودي بحال هي قلتي غير كنبغي انيمي بها وصافي باش نبقى حاضر في الويب اما ستاند اب ولا سين هي اللي هي الاصل هي لا باز هي كلشي الحمد لله كيف ما ولفنا الجمهور الكازاوي كنخليهم هما الاخرين ولكن كنخليهم هما المدخمين الحمد لله سبيكتاكل داز واعر واعر ضروري عادي هادشي في اي سبيكتاكل ضروري غيكون لو تراك كاين شويه ستريس باش نعطيو سبيكتاكل نديرو سبيكتاكل زوين والحمد لله هاتي النتيجه شتي الجمهور هو شحال دابا بسالينا وبقى الجمهور معنا الحمد لله هادشي اللي بغينا صباح انت شمنا من نوفمبر وحنايا كنلعبوا هاد السبيكتاكل ودايرين جوله دونك السبيكتاكل ولا بحال السلام عليكم بحال شي حاجه خصنا نديروها ضروريه يوميا لا الحمد لله ربي كيسهل كنقدروا ناخذوا الغيت جوست كما النهار حنا غاديين مزيان الحمد لله عرفتي شنو هو الستريس ورمضان والصيام وكيفاش خاصك توجد الريبيتيسيون بزاف الحوايج راه ما يمكنش داكشي ما يمكنش يخرج هكا ضروري هذيك اللعيبه هي اللي كتعطي هذه الخدمه هذه من كيكون ستريس قبل وكتكون الموت في ريبيتيسيون وكذا تعطي هذه اللعيبه ديال الجمهور تيضحك تيتفاعل معاك تينشط تيمشي فرحان هذا هو المزيان شوف الا ما ناضش الصداع في الخدمه راه ما يمكنش تكمل في الخدمه خاصك ضروري تناقش الفكره تقدر ما تعجبوش هو ما تعجبنيش انا نضاربوا عليه واحد يقنع الاخر نقدروا نتخاصموا وما نهضروش ولكن نرجعوا للفكره اللي كانت مصلحتنا حنا بجوج راه غنديروها فوالا هادشي اللي كاين